السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة سامسونج الكورية تكشف عن هاتفها الجديد جالاكسي A04E، بطارية 5000 ملي أمبير. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة اشترك في القناة ويفعل الجرس دعمنا باللايك ليصلكم كل جديد. قالت الشركة الكورية الجنوبية الشهيرة سامسونج بالكشف عن أجدد هواتفها جالاكسي A04E صاحب المواصفات المتواضعة بالمقارنة بالمواصفات الأخرى. وكانت الشركة قد أزاحت الستار عن الهاتف بدون القيام بذكر أي معلومات تتعلق بموعد الطرح بالسوق للعملاء، كما لم تذكر الشركة أي معلومات تتعلق بالسعر. وحرصت الشركة عن الكشف عن أبرز مواصفات الهاتف التي جاءت أقل من إصدار A04S في بعض الجوانب. وفي الإعلان الذي قامت بنشره أشارت الشركة الكورية الجنوبية إلى أبرز مواصفات هاتفها الجديد الجالاكسي A04E المقدم بمواصفات متواضعة. وبحسب الخبراء فإن الهاتف الجديد سيكون منخفض التكلفة بالمقارنة بالإصدارات الأخرى. ومن أبرز مواصفات الهاتف مقدم بشاشة لمس مقاس 6.5 بوصة، يتضمن هاتف A04E كاميرا خلفية دقتها تصل 18 ميجا وهي مزودة بمستشعر عمق 2 ميجا بكسل بجانبها. يتضمن الهاتف كذلك كاميرا أمامية تساعد التقاط الصور الشخصية بدقة 5 ميجا. ينبض بداخل الهاتف معالج من نوع ثماني النواة. الهاتف مطروح بأكثر من إصدار، يتضمن 3 أو 4 جيجات من ذاكرة الوصول العشوائي رام، يعني أقل حاجة 3 جيجا وفيها 4 جيجا رام كمان. كذلك يوجد إصدارات مختلفة من الذاكرة التخزينية للهاتف، تضمن 128 و64 و32 وهي قابلة للزيادة، يعني تحط فيها ميموري كارد. الهاتف مقدم ببطارية ساعتها 5000 ملي أمبير. أبعاد الهاتف 164.2 في 75.9 وفي 9.1 ملي. وزنه 188 جرام. هاتف جالاكسي A04E يعتمد على نظام التشغيل أندرويد 12 مع 4.1 في الأعلى. على الأرجح مصنوع من البلاستيك، ذلك لأن الشركة لم تقم بذكر المادة المصنوع منها صراحة. من الشركة هاتف جالاكسي A04E مقدم للعملاء بثلاث ألوان مختلفة مقارنة بالهاتف A04. يحتوي A04E على كاميرا رئيسية منخفضة الدقة، كذلك الشاشة ذات معدل تحديث أقل 90 هرتز مقابل 90 هرتز، والكاميرا الرئيسية منخفضة الدقة وفق ما كشفت الشركة. يعني ده هيبقى أرخص هاتف في السوق يا جماعة. ننتظر إن شاء الله لما ينزل نعرفكم بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.